وحنا بطبيعة الحال ما يمكنش نتغافلوا هذه الظرفية. أكيد أن النساء في مناطق الاحتلال معاناتهم مضاعفة، بالإضافة للعنف اللي مرتبط يعني بالهيمنة ديال واحد الثقافة ذكورية، كاين عنف اللي مرتبط بالاحتلال. ولاحظنا بأنه في حرب غزة كان استهداف النساء أساساً، وكانت أكبر نسبة من الضحايا هم النساء، لأن النساء هم منبع الحياة والاستمرارية ديال المقاومة، وبالتالي يعني استهدافهم هو استهداف المقاومة الفلسطينية. احنا ما يمكنش لينا ننظموا هذه الأيام بدون أننا نددوا بهذا العنف، هذا العنف المركب، العنف الصهيوني اللي تترتكب ضد النساء الفلسطينيات، ونأكدوا على تضامننا اللامشروط مع الشعب الفلسطيني إلى يعني إنهاء الحرب.